يعتقد الكثير من الرجال بأن الزواج هو مرحلة تنقل من حياة الحرية واللامبالاة إلى حياة المسؤولية والالتزام، وعادة هذا الشيء هو اللي يأخره عن الزواج. ليش؟ لأنه طمعا في كثير من الحرية وفعلا أسرار، وفي المقابل ينسى الرجال أنه أنت طول ما طولت في حياة العزوبية كل ما المزايا اللي في الحياة الزوجية بتنقصك وما حتعيشها ولا رح تعرف عنها. طبعا هذه الأشياء اللي راح نتكلم عنها اليوم مع الأخصائية النفسية دكتورة دعاء زهران. أهلين. أهلا حبيبي، نورتينا. طيب في البداية خلينا نتكلم بصراحة، الرجال إيش الأشياء اللي بتنقصهم لما ما يتزوجوا؟ دائما الرجال يبحثوا عن أشياء معينة في الحياة. جات فترة طويلة من تقريبا من 10 أو 15 سنة لقينا الشباب بدأوا يقبلوا على الزواج من الجامعة، من مرحلة الجامعة. صحيح. ولكن بعدها رجعوا وقفوا عند هذه النقطة. صحيح. ونجد كمان أمر ثاني، إنه كثير من الشباب الموجودين في لسه في بيوت أهاليهم ما تزوجوا، بدأوا يدوروا على طريق ثاني اللي هو طريق الحرية بجميع أبوابها، يعني انفتحت بطريقة كبيرة. صحيح. يعني هو ساكن في بيت أهله، لكن أمر ثاني عنده هو شقة، هو وأصحابه كلهم يتجمعوا ويسهروا. بالضبط، يسموها الديوانية. لا، عندهم حاجتين، يا يقول لك أنا في شقة يا في استراحة. يا بالضبط. فالآن بدأوا يدوروا نفسهم مهرب تاني من مسؤولية الحياة الزوجية إلى حياة العزوبية بجميع أبواب المنفتحة. عشان كده متمسكين في العزوبية، إنه شايفين كل شيء بالنسبة لهم متاح، ليش أربط نفسي؟ بالضبط. زمان حنقول الفترة اللي فاتت ليش كانوا الشباب كتير يقبلوا على الحياة الزوجية. إيش يعني حياة زوجية؟ الحياة الزوجية ما نقصد فيها فقط هي حياة حميمية بين الرجل والمرأة، لا، الحياة الأسرية هي حياة حب واحتواء وتبادل مشاعر، وإنسانة تشعر فيك وإنسان يشعر فيها، يعني فيها أخذ وعطاء. صحيح. الشباب مشتركين في كل جميع أمور حياتهم. بالضبط. يعني. يعني ربنا قال وخلقناكم أزواجا، ما قال خلقنا كل واحد لحاله ممكن يعيش وينبسط في حياته، لكن الشيء اللي صاروا يفقدوه داخل أسرهم داخل البيوت يمكن هو الشيء الأساسي اللي خلى الشباب يبعدوا عن موضوع الزواج. إيش يعني؟ يعني زمان كان يشوفوا في حياة، في ألفة في الأسرة، في ترابط. احنا ما نقول يعني حياة ما فيها مشاكل، كل حياة فيها مشاكل، لكن فيها ألفة، فيها محبة، فيها أم مسؤولة عن أطفالها، وفيها أب رجل بيت مسؤول. الآن ما بنلاقي للأسف في مجتمعنا كثير من هذه الأشياء. صار يلاقي الأب للأسف، يعني إلا من رحم الله طبعا، كثير من الأبهات هو نفسه غير قدوة لأبنائه. صحيح. فالأولاد حينشأ في بيئة يشوف أبوه حق سفر يتأثر. بالضبط، يعني الأب غير كفؤ، هو ما هو مسؤول عنه ولا هو معاه في مشاكله ولا يعني ما معاه ولا في أي نقطة من نقاط. بالضبط. فالأب ملهي في حياته. صحيح. وفي خروجه. صح. وفي حياته الغير سوية إحنا نقول. صح. والأم نفس الشيء، إلا طبعا من رحم الله إحنا منعم. فبعض الرجال تجيهم عقد من حياة أسرهم، إنه يعني ها أنا إيش شفت عند أبوي، ولا إيش عمل أبوي في الأسرة، ولا إيش إحنا إيش أنا شفت، فلا خليني كذا مبسوط أتمتع براتبي الحالي. صح. ما حد يقول لي فين رايح وفين جاي. وعذرهم إنه التكاليف حقت الزواج عالية. ما هي هذه، أنا أقول أتمتع براتبي الحالي. الحين العذر الجديد إيمان إنه ما أبغى واحدة تتدخل في خصوصياتي. بالضبط. ما إحنا هذه النقاط اللي لسه نبي نذكرها. يبى يتمتع براتبه لحاله، يبى يتمتع بحريته كاملة لحاله، لا حد يقول له فين سافرت، فين جيت، إيش عملت، هذه كلها ما يبغى يشعر فيها. لكن إذا أخذت الزواج بانه حياه حلوه حتشعر انه حلو، يعني اي امر هاخده بروح ايجابيه انا حشعر بجميع ايجابياته، ما في امور ما فيها سلبيه، يعني امعاء البطن بتضارب، فطبيعي انه في الحياه. صح. حيكون في شويه اختلافات لانه انت من بيئه وهي من بيئه، بس لمتى تبي تعيش عزابيه؟ يعني انا هذه النقطه اللي بدي اقولها، متى لمتى يعني حلو انك انت تحس اولادك كبروا معك. صح. حلو انك تحس في انسانه تسال عنك، حلو الحلال يكفي حرام، يعني الحلال حلو، حلو لا تعيش ان هذه زوجه، شوفي لما تحسيها زوجه حتحط كده قيود وظيفه تحسيها بس حاجه كده، يعني ستوب مكانك سر، لكن لما تحس انه الزوجه هي اخت وهي ام وهي عشيقه وهي اخت، هي كل حاجه في الحياه، صديقة. كل ما تبى تلجا لها على امر حتلاقيها. والزوجه هو كمان لازم كرجل، هو كرجل لازم كمان هو ياسس هذه العلاقه، يعني غالبا البنت يعني دائما يقول لك زوجك على ما عودتيه او يعني ده الشيء. يعني هذه الكلمة اللي دائما تنقال، بس الرجل كمان هو يقدر يعلم مراته كمان انه كيف تتكلم معاه، ويقدر يفتح لها قلبه عشان خلاص هي تقدر تعرف الحدود حقتها. هذه اتفاقياتهم من بداية الطريق.
يعني عليها هي اذا بنت اساس كويس حسسته انا معك في كل مشاركتك في كل امور في حياتك. في زوجات تحوده بس يكون هو ما يبغى. احنا ايش النقطه اللي بنقولها للشباب؟ اتوقع انبسطتوا بما فيه الكفايه. صحيح. وتمتعتوا بما فيه الكفايه. تعالوا اليوم حسوا انه الحياة الزوجية حياة حلوة، كيف صح. حنخليها حياة حلوة؟ ححس اني انا حقرر ارتبط عشان صح. ابغى اسرة صح. ابغى ارجع الاقي احتواء في البيت، ابغى هدوء، ابغى اطفال، ابغى اسمع كلمة بابا، ما وحشتكم كلمة بابا؟ مسؤولية. عارفة كيف صح. احساس بالمسؤولية؟ اول ما تبدأ على خطوة الزواج ايش تبغى تسوي؟ اول حاجة تعملها تخاف الله في هذا الانسان اللي انت تبغى ترتبط فيها. لا تنظر للنماذج الفاشلة أو اكيد هذه حنقولها بس استني خلينا كذا. اول شيء ادخل على الزواج بنية طيبة، بنية صافية، بتتعامل ايش بديننا بامور يعني بامور الدين وايش كان الرسول كيف يتعامل مع زوجاته صح. عشان انت تدخل كويس. ثاني شيء واهم حاجة امحي ماضيك. الماضي لا يأثر عليك زمان والان. يعني لا لما تقبل على زواجك تقول هذه كانت بس صحبة وهذه كانت بس حبيبة وهذه كانت بس زميلة، لا بلاش التقسيمات، بلاش أيوة. التقسيمات اللي ما لها داعي خلاص. حقيقي صار عندهم التقسيمات دي، لا خلاص انت كثيرة صحبتي كثيرة لها أحزار وأسماء زي الزواج العرفي والزواج المسيار والزواج حقيقي. كثرة المسميات ما شحترت الذهن. ما في قداسية الحب وقداسية الزواج بالضبط. لو كل زوج عرف اني انا حدخل على هذه الحياة الزوجية بنية صح وفعلا حنسى الماضي وحنسى اللعب وحنسى كل حاجة وحخاف الله في بنت الناس، لو انا غلطت هي حتغلط، لو انا خنت هي حتخون، لو انا طليت هي حطل. ما يفكر كذا، لو هي سوت كذا حتجنن. بقول لك احنا اليوم جايين نقوله طالع انه زوجتك حتسوي لك نفس الشيء، مو لازم من قدامك، من وراك زي ما انت بتسوي من وراها هي يمكن حتسوي من وراك. ما تسوي بس حتى لو سوت ما تقدر تلومها. لا يمكن الرجل شاطر في انه يقول لك انا سويت كذا عشانك وفعلت كذا عشانك، بس هي المرأة يعني انا في وجهة نظري مسكينة تسوي بس ما تعرف تقول بالزبط. يعني ممكن تسوي لك اشياء كويسة من وراك لكن ما تجي تقول لك انا سويت لك وانا عملت لك. اذا وفي النهاية البنات ما يقدروا يسووا اللي هي الاشياء اللي بيسووها الرجال. للأسف البنات صاروا يسووا، احنا ما نبي نعطي اعذار للبنات، لا معليش البنات كمان ساروا طريقهم الله يهديهم بصراحة. لا احنا اليوم نبي نركز كثير على الرجال صحيح. ونبغى ما يخرج اليوم الرجال من الحلقة غير يستوعبوا انه حياة العزوبية كفاية. امشي ما يدعوا علينا. لا ان شاء الله حينبسطوا ترى، يعني هي الحياة الزوجية حياة حلوة، حياة يعني سبحان الله ربنا قال هي نص الدين، هي تكملة لحياة الشخص صحيح. صحيح. هي مودة ورحمة، هي سكينة، هي مودة، هي حاجة مرة حلوة. فليش تحرموا نفسكم عشان مجرد تقعد 4-5 ساعات مع أصحابك؟ ما أنت ممكن تتزوج وتنسق وقتك وتعطي وقت لزوجتك ووقت لبيتك ووقت لعملك صح. وتقدر تعيش حياتك بكل إرياحية بس بطريقة صح. بلاشي لما نيجي نقول مثلا للشاب تزوج يقولك اجيب واحده تشاركني حياتي وتسالني وتعمل لي وتخبط دمي، ما انا عايش كده مبسوط وتبعدني عن اصحابي. كيف مبسوط؟ انا عندي سؤال، كيف مبسوط؟ ما هو الحياه اساسا يعني هو خلقناكم ازواجا، ازواجا يعني زوج وزوجه، ذكر وانثى. كيف انت حياتك بتمشي طبيعي بدون انسان تشاركك هذه الحياه؟ عنده 20 واحده تشارك. طيب هذه انا اقول لك الحرام سهل بس ما في متعه، متعته مؤقته. الحلال متعته دائمة عارفة وتحسي فيها بدون خجل بدون خوف. لما الواحد أي نوع من الحرام يسويه إلا لما يجي كده من يسجد ولا يوقف قدام ربنا بيصلي يحس بحياة. لكن طول ما هذا الشيء حقي حلالي حلال أنا متفاخر فيه صح. عندنا نقطة تانية كمان مرة مهمة، لما حيجي رجال يقول لك الحياة الزوجية هي حياة مشاكل، إذا أنت بدأت من البداية في مرحلة الخطوبة لا تاخدوها مطاعم وكافيهات، خدوها تفاهم، خلي أفهموا بعض، اعرفوا رغبات بعض، اعرفوا انتوا ايش تبغوا من الحياه. قلناها في كثير حلقات ونرجع اليوم نركز عليها مره كثير. اجلس اليوم مع نفسك وحط انت ايش اساسياتك في الحياه، ايش الاشياء اللي تبغاها من الست. بلاش يكون المنظر هو كل شيء، جمالها حيروح وعمرها حيكبر. خلي الاساس هي داخلها، هي منبتها تربيتها هذا اللي راح يتقال بالضبط. هي ايش تبغى في حياتها؟ هي فقط تبغى ان انا حلبس فستان فرح وحنزف وحنلبس دبله واقول متزوجه؟ صحيح. يصير هذه إنسانة ما تنفع. دور على الإنسانة اللي تبغى حياة، تبغى أسرة، تبغى عمار بيت، تبغى استقرار. بالضبط، تبغى استقرار، تبغى توفر لك إيش اللي أنت تبغاه. مو والله عشان أتجوز عشان واحد كل شهر يجيب لي شنطة بخمسة وعشرة وعشان كل يوم أشتغل أهلي. بالضبط، عشان المتزوجة ما عندها قيود في بيت زوجها. صح. حسيبه يسافر حيسيبني أسافر، حسيبه يروح عند أصحابه حيسيبني أروح. مصالح. بالضبط. ما صارت يعني على قولتهم بارتنرشيب في العلاقة. صح. فمن يوم ما ناخدها إنه هي علاقة حب، علاقة مودة، علاقة عشق بين اثنين ما هو منتهي، ما ينتهي بإنجاب أطفال.
ما ينتهي ببداية مشاكل، بالعكس كل ما حسيت انه انتوا عديتوا مرحلة وقفتوا فيها لعقبة تعالوا رجعوها. انا دائما اقول لما تحس انه العقبة هذه كبرت كيف ترجعها او كيف تميل لزوجتك؟ حبوا بعض في الله، يعني ابدأوا صلوا مع بعض، ابدأوا روحوا سووا عمرة مع بعض، ابدأوا خلوا السجادة دي مكان تبادل حب كده، سووا الاشياء الصح مع بعض ونقاش، بلاش النقاش في الصالة ولا لا اتوضوا من يوم ما تحسوا نفسكم عصبتوا صح قوموا اتوضوا انت وهي صح. وصلوا وبعد الصلاة اجلسوا مع بعض وتناقشوا، سبحان الله حتحسي في هدوء، في سكينة، انت دوبك مصلية صحيح، حتى الغلط ما يطلع لان انت عارفة ان انت دوبك كنتي واقفة قدام ربنا، لا تبغي تظلميها ولا تبغي كمان يعني ترتكبي ذنب فيها، ممكن ربنا ما يوفقك في حياتك صحيح. بسببها صحيح. او بسببه، ولو في شيء مزعلك منها او شيء مزعلك منه خلي العتب له اوقات تكون يعني كويسه مناسبه، ما احنا اعطيناهم هذا الوقت، خليكم بلاش ينام العتب عشان لا يصير يتعبى وينفجر صحيح. لا خليه اول باول، من يوم ما تحسوا نفسكم معصبين بلاش، لا خلي ايش رايك نروح مطعم ونتكلم يا جماعه، يكفي روح بلاش احد يسيب البيت بالضبط، خليكم في البيت قوموا توضوا وصلوا مع بعض، قوموا قولوا كلمتين حلوه خلي الموضوع ينتهي صح. ايش الموضوع الفظيع اللي يعني مستحيل ينتهي في كلمتين صح. مهما كبرت المشاكل والنفوس طيبة حتحل الموضوع. طب أستاذ الدعاء، الشباب دائما يسمعوا مشاكل أصحابهم، أنا مرتي سوت كذا، إحنا البنات اللي إحنا البنات بنخاف من ذا الموضوع وبنتأثر، رغم إن البنات أتوقع يعني في مجتمعنا يبوا زواج أكثر من الشباب يعني فالأولاد كيف الرجال كيف تقدر تعامليهم وكيف تقدر تقولي لهم إنه لا عادي اتزوج حتى لو لو الآن للأسف الناس صاروا يعطوا طاقتهم السلبية أكثر من الإيجابية، يعني هو مبسوط في بيت زوجته لكن عنده مشاكل، الصورة اللي تتنقل للأصحاب هي صورة سيئة فقط، فأنا أعطي للي حولي طاقة سلبية إنه الزواج كله مشاكل وهموم وتكاليف وشيء الله لا يوريكم صح. عارفة كيف؟ ورايح لأصحابه مشحون، بس الأشياء الحلوة والدلع والهدايا والمناسبات مخفية، فالظاهر عندي اللي هناك هو المشاكل والضغوط النفسية، والمخفي هي الأشياء الحلوة صح. أتمنى من الجميع يكون صادق في مشاعره، قول لي الصح والغلط لكن لا تعم الغلط، بيخاف لأن الغلط ما يقول يعني لا تقول أساسا أي فعلا لا تقول يعني لو أنت ما أنت حابب تقول غير الغلط لا تقول أساسا لا غلط صح. ولا حلو لأنه دائما الناس يخاف يقول لك أنه ما يحتاج العين العين هذا عندنا يا جماعة العين العين حق أيوة بس يعني حتى الرجال يخافوا من العين أيوة طبعا الرجال صار زي الستات في أشياء كثير أكثر مننا كمان لكن ممكن. بلاشي في جلسات البلوت والقهاوي ودي الأشياء ولا الشقة والاستراحة ودي يكون أمرنا سلبي صح. بيس كل واحد يعطي الشيء الإيجابي، يعني أنا لو أنا يعني إنسان صالح أجل صاحبي أقول له مثلا ليه ما تزوجت؟ يقول لك يا أخي والله حرية وقت ما أبغى أعبي شنطتي وسافر، طب إيش يمنعك هذا الشيء ومع زوجتك؟ نوقف هنا ستوب صح ولا لا؟ حيقول له والله تقول لي الأطفال، طب تفاهموا من البداية، قل لها أنا إنسان أحب السفر ولا انا انسان احب الروقان، يجي وقت لازم انا وانتي، اذا تفاهمتوا من الاساس على هذه الاشياء صدقيني ما حصير في الخلاف الكبير اللي حاصل امانه. يعني شوفي انا اول مره اوقف في صف الرجال يعني، بس حقيقي في ناس يكونوا بادئين ويقول لك خلاص متفق معاها وخلاص انا موافقه، يجي الموضوع انا على بالي هو حيتغير فينهار الرجال، لانه في النهايه ما هو يتعامل بما يرضي الله، يعطيها يعطيها مره ويعطيها اثنين يديها ثلاثة، يتفاهم معها امساكوا بمعروف او تسريحهم باحسان، انا كلامي ما اقصد الانفصال على طول، اتفاهموا لا تعيش نفسك ظلم ولا تظلمها، لكن خليك اتعامل معها بمخافه الله، انت مو قلت من البدايه لا تمشي في الحرام يا ابن الناس، امشي في الحلال وامشي في الصح، يعني على قول احنا المثل اللي نقول امشي عدل احتار عدوك فيك صح. تعال مره واثنين وثلاثه معها، لكن النقطه اللي احنا اليوم جايين ندقق عليها مره كثير يا شباب، يكفي عزوبيه ويكفي وحده، الحياة مشاركة صح. لازم تكون في شخص تشاركك أيامك الحلوة وتشاركك صح. حتى أشيائك الوحشة، ما في إنسان ما عنده مشاكل في حياته، يعني محتاج واحدة تسمعه، واحدة تطبطب عليه، واحدة تعطي له حلول، لأنه تفكير المرأة غير الرجل صح. فلما تكون زوجتك زوجة عاقلة اخترتها صح يعني هي حتكون العائن الأول ليك إن أنت تعيش حياة كمان حلوة في عملك وفي حياتك، ما تحتاج إنك تستشير أحد غيرها يعني بالضبط صح. ليش الصحبة والحبيبة والعشيقة والزوجة؟ يكفي الزوجة دي تكون كل شيء في حياتك، كل الأدوار خاف الله فيها طولة بالهم ما شاء الله، يعني حتى معليش الآن حتى الستات يعني عندنا كثير نشوف من هذه الأشياء، لكن إحنا الآن عن الرجل خاف الله، وأبغى اليوم كل رجال يجلس يحط كده لست الأشياء اللي يبغاها، وكل اليوم بيقرروا خلاص قرار جديد انه الارتباط نبغى سريع، ويا بنات خفوا على الرجال شويه، خفوا المهور وخفوا الطلبات عشان يصير فعلا نبغى نفرح ونبغى زواجات صحيح. ونبغى زواجات موفقه صحيح. ادخل بنيه طيبه، خاف الله تماما في هذه الست وراعيها في كل نقطه صحيح. كما طيب دكتوره
ايش الحاجة اللي بتخلي الرجل يخاف من انه ياخذ هذا القرار؟ هل هي تراكمات نفسية ولا ايش؟ من اي ناحية هو بيخاف؟ في معظم الاحيان من تجارب غيره، ممكن حيقول والله انا اخويا مرة كويس وتزوج وفشل، انا اختي اتطلقت، والله انا امي ابويا بهدلها، ولا فلان عندهم اشياء كده. يعني فعلا هي تراكمات زي الكاسة لما تتعبى وتنفجر. احنا وصلنا في هذا الزمن انه الكاسة انفجرت خلاص، صار ما في حل وسط. اللي احنا اللي بنقوله للشباب لا، الحياة لسه حلوة، وطول ما انت علاقتك مع ربنا كويسة ان شاء الله ربنا حيرزقك ببنت الحلال، بس انت صف النية واختار صح. الاختيار الغلط ما ينفع. لما انا اقول لك مثلا معليش، احنا عندنا شباب الان مرة كتير يقول لك انا ابغى واحدة فري مرة على كيفي، طيب واسوي معاها كل حاجة انبسط، بعدين يجي حدود يقول لك اغار عليها اقول لها لا تعمل، لا هي يبغاها في الاول زوجته. ولما تصير زوجته تبدأ المشاكل، طب غطي، طب اعملي، طب لا تلبسي، طب لا تروحي، طب ما احد ثاني، لو ما احد ثاني ما عنده مشكله. فاحنا نقول انه انت اختار صح. فكر صح، مو فكر لفكره اللي وقت مؤقت فقط بس في شهر العسل عشان تنبسطوا وتروحوا وتيجوا، بعد كده هي ما تعجبك الحياه. صحيح، لا انت اختار الشيء اللي انت تحبه. انا ابغى محجبه حاخذ محجبه، انا ابغى سبور وحتلاقى معاه ويعجبني حكمل كده. تخيلها بهذه الشخصيه اللي بالضبط، مو 10 سنين للابد، خلاص هذا زواج العمر، اخذتها كده خلاص، خلاص ايوه. الا لو خلاص صار بينكم ايوه، اختار بدقه، فكر بعقلك وقلبك مظبوط ايش اللي تبغاه، حدد. لا تقول اليوم هذه ابغاها بكره والله كانت اختياري مو اختيار اهلي، او اختيار اهلي مو اختياري. صحيح، بلاش ندخل عنصر المشاكل الجانبيه اللي دائما نتكلم عنها، اختيار الاهل. لا الان نبغى انت تجلس مع بلاش نفسك. الاهل هم يدخلوا نفسهم. ايوه، احنا بنقول للولد بلاش تسمع، او للرجل بلاش تسمع لاراء الاخرين، فكر شوف قلبك ايش يبغى، شوف انت ايش تبغى. يعني اسمع للاخرين بس الاشياء اللي بعقل، ما تحسي كذا؟ انا اسمع بس انا ادخل الشيء اللي ابغاه واسد اذني عن الشيء اللي انا ما ابغاه. مو كل يعني احد قال لك ارمي نفسك في النار حترمي نفسك في النار. لا طبعا انت لازم تعرف ايش الشيء الصح والغلط. بس انت الان ايش تبغى؟ خلاص عشته وانبسطته وهيصته، وانا ماني شايفه شباب الا الطيارات، بنات لحال والشباب لحال، صار كلهم في فلك يسبحون، ما صار في حياه اسريه كله حلوه، كل واحد حياته بحريه، كل واحد يبغى يعيش بطريقه. اظن يكفي خلاص. اظن اليوم لازم كل واحد يجلس يحط كده لسته لنفسه ويقول يلا يا رب توكلت على الله. توكل وليس تواكل. صحيح. التوكل اني اتوكل على الله، يعني ابدا اشتغل على الموضوع. التواكل اجلس في مكاني اقول ها ما ربي ما ارسل لي بنت الحلال، ربي ما ارسل لي المهر اللي عندي ما لقيته في حسابي. لا اتوكل يعني يا عبدي اسعى وانا اسعى معك. صح. ابدا اشتغل على الموضوع بفكر وعقل، بنيه انك انت تبغى تجيب جيل صالح. صح. يعني هذه الام هل هي تنفع تكون ام لعيالك ولا ما ينفع، وهل انت ينفع تكون قدوه؟ بالضبط. طب العزوبيات البنات ايش يصير فيهم؟ مو البنات لما الرجال يبداوا يوعوا ويصحصحوا صح. أيوة. حياخذوا البنات لما تلاقي احد يستوعبها. لما تلاقي احد يستوعبها بس دحين حتى يعني انا من وجهه نظري اللي انا قاعده اشوفه البنات كمان بيفكروا يقول لا والله ما بتزوج، انا ابغى اشتغل، انا ابغى اسوي، انا بكون يعني متمكنه. لما تلاقي فعلا لما تلاقي احد يستوعبها ويستوعب احلامها راح تتنازل. عندهم خوف اكثر من الرجل. صحيح. يعني الرجل بيده القوامه، يعني الرجل يوم ما عجبه الحياه قال مع السلامه وبيده القرار الطلاق، لكن المراه بتقعد تحت سجن هذا الرجال اذا كان مو كويس. يعني احترامي الشديد لكثير من الرجال، لكن في الزمن ده كثروا الرجال المدمنين، الرجال المنحرفين. طب هذه المراه لما بتتزوج وتكتشف هذه الاشياء كيف حتسوي؟ في اهالي بيمنعوا ان البنت ترجع بيتهم، فبتضطر تقعد تحت الرجال. صح. هذا اللي بيشرب واللي بيضرب واللي يضرب عيالها واللي يخرجها في الشارع، فهي صار عندها تخوف. صاروا البنات دائما عندهم خلي سلاحك شهادتك عشان لو يوم طلقتي تشتغلي. يعني حتى البنات صار عندهم تخوف زي الشباب وتقول لك خلاص انا عايشه بصرف على نفسي وبسوي. برضو ايش تجارب الغير هي هذه النقطه اللي احنا رجعنا ليه احنا اليوم تكلمنا الرجل، لانه الرجل هو القوام، الرجل هو اللي حيروح يخطب. الرجل لما يكون نيته صافيه وبيتكلم مع الست بصدق ونيه طيبه، هو الرجل هو الدينم وهو المحرك مو المراه. المراه ترى مهما قويت هي في الاخير قلبها رقيق وطيبه، حترجع تسمع وعاطفتها تسمع. يعني اذا جاني رجال يدلع ويحب ويهشك وينشك على قول ما نقول حستغنى عن كل شيء. لكن الرجال في رجال يعني عينه ما يملاها شيء، يعني عارفه لانه هو المحرك والدنيا حتقول لي اقعدي لا انا مو على كيفك، حياخذها من باب العناد. لكن اذا هو فعلا يبغى يعيش حياه صح حيربي اهل بيته صح. احنا دائما في كل مره نقول الرجل هو القائد من يوم ما كان في بيته، هو اب لما هو كان اخ الى ما صار زوج. كيف الاب هو اللي بيعلم بنته لازم تحترمي زوجك، لازم ليكي ايش حدودك في الحياه. الاب لما ما يربي
وبعده الأخ ما يوجه حتروح بيت زوجها لا أدب ولا توجيه. مين السبب؟ رجل. لا صحيح دكتورة، بس إحنا بناتنا الحين هي تقولك أنا ما أبغى أحد يتحكم فيها أو يسيطر عليا، أنا أبغى أحد أتفاهم أنا وهو نفهم بعض، لا أنت تسيطر عليا ولا مو زي أول، لأنه الزمن تغير. ما هي هذه اللي هي تتفاهم معاه في الخطوبة والملكة. صحيح. هذا النقطة الأساسية اللي إحنا قلنا خلوا الملكة للتفاهم ومعرفة بعض، بلاشي عشان تتشيكي وشوفك على سنقة عشرة وعشان تروحوا بكل المطاعم والكافيهات اللي في البلد وعشان تخططوا لأشياء مستقبلية ما لها داعي. فكروا في شخصيات بعض، انت توافقي ولا ما يوافقك، انت تنفعي له ولا ما ينفعك، هل هو من الاشخاص اللي هو يملى حياتك ويملى عينك في كل شيء. والرجل كمان يجي يقول لك والله شفتها ايام الخطوبه والملكه عجبتني، لما شفتها في البيت وبوضع ثاني ما ملت عيوني، فانا بصراحه ماني قادر، ابغى واحده لما اشوفها تملى عيوني. طب انت شوفها في الخطوبه والملكه، مو كل شيء الجمال ولا كل شيء. ما هي معليش كتر ما صاروا وسائل الاعلام منفتحه صار الرجال يشوفوا اتعقدوا بيشوفوا ست مثلا تجميل من راسها لرجولها، بس هو مو مستوعب، هو شايفها تحت فلاتر الكاميرات، هو شايفها شو اسمه ده بعمليات ما شافها مغسله وشها، مو هو بس حتى كمان الام. طب استاذه تقول لك انا اول كانت تقول لك ابغى واحده خلوقه، الحين تقول لك ابغى واحده حلوه، أبى أزوج واحدة أولا هي واحدة حلوة. تحسين نسل. تحسين نسل لا. لا بس بعد ما تخلف تكتشف إنه ما هو تحسين نسل. صح. إنه الشكل غير، لأنه هذه عمليات تجميل الآن. صحيح. ولا بميك اب، فهي مو على طبيعتها. أنا تشوف النتائج في البيبي. أهم شيء المعظم. أكيد. المعظم. من وجهة نظري أهم نقطة للرجال والمرأة طالعوا هنا جوه. صح. جنبها النية، التربية، مخافة الله. إذا هذه الإنسانة أو هذا الإنسان يخاف الله لا تخافوا منه، لأنه اللي خاف الله ما حيظلم، لأنه اللي خاف الله حيراعي حقوقه وواجباته. حتى لما يغلط سبحان الله ردته على الغلط تكون أسرع وفيها يعني فيها مخافة الله. لكن الإنسان اللي ما يخاف الله حيظلم وحي يعني حيتجبر وحيسوي كل الأشياء. صح. الغلط وما تسترجي منه خير. صحيح. حتى الست يعني احنا حنطرق دقيقة بس شوية بس للست، حتى الست إذا كانت عندها مخافة الله لا تخاف على بيتك ولا تخاف على عرضك ولا تخاف على عيالك، حتربي لأنه هي تخاف الله، عارفة إيش واجباتها، عارفة إيش لازم تعطي لعيالها. صح. لكن للأسف البنات اللي حياتهم صارت بس خروج وفلوس وعمل والأطفال آخر الاهتمام تقولي كي تربوا. صحيح. طيب دكتورة ممكن المشاكل الأسرية تأثر على سواء المرأة أو الرجل، تأثر في قرارهم باتخاذ قرار الزواج؟ أكيد طبعا، لأنه الآن في بنات كثير ما يبغوا يتزوجوا، تقول لك يعني أنا شفت أمي صار فيها، أبويا متكل عليها في كل الأمور ماديا وتربية وكل الأشياء ما أمي، فأنا ما أبغى أسير للشيء اللي صار لمامتي. أو الرجال نفس الشيء يقول لك يعني أبويا كان مكينة صراف للبيت. صح. انا ما عندي استعداد ادرس واتعب ويعني اكون ماده معينه وتجيني هذه الست على ابرد ما يكون اصرف 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 بدون اخذ بدون عطاء بدون. صحيح. مقابل احنا. صحيح. ما نقول الاخ الحياه كلها اديني وخذ، لا، بس لو لقيت الراحه انا حاعطي. صحيح. بس مجرد ان انا كنت اشوف ابوي وامي طول وقتها ما يفي وما ربتنا وما عملت البيت كله خدامين وسواقين. صحيح. والاب فقط مكينه تصرف. رساله اخيره دكتوره تحب تقوليها لكل الشباب والبنات اللي تفرجوا علينا. اوكي، اهم شيء لو سمحتوا اليوم ابغى الشباب كذا يسووا ريستارت مره ثانيه. بالضبط، ابغى ديليت على الماضي كله، نبي نبدا من اول وجديد. نقول خافوا الله واختاروا اختيار الصح، والزواج حاجه مره حلوه وشريكه الحياه شيء مره مهم، لانه يعني ربنا اول شيء قال ان الواحد يكمل نص دينه بالزواج. صحيح. صحيح. وربنا خلقنا ازواج، خلقنا ذكر وانثى، فالاثنين يكملوا بعض والله يوفق الجميع. الاخصائيه الاجتماعيه دعاء زهران، دائما استضافتك تكون شيء جميل، يعطيك الف عافيه وان شاء الله يكون استفادوا مشاهدينا زي ما احنا استفدنا شخصيا. الله يسلمك. يعطيك الف عافيه مشاهدينا، وخلونا نروح لفاصل قصير ونرجع لكم من بعده. في سيدتي بعد الفاصل، نور العكيل نموذج لسيدة الأعمال السعودية الناجحة.